بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج على شانك مصر. الحلقه النهارده فعلا هي بتتكلم على شانك مصر بشكل مباشر وبشكل واقعي جدا، لان احنا لما بنتكلم عن ان في ظروف مثلا عند بعض الناس او ان في ظروف البلد مرت بيها في فتره ما، وفي بعض الركود الاقتصادي، في بعض التوقف للمصانع، في بعض ازمات مرت في السابق، الا ان احنا الحمد لله رب العالمين القياده السياسيه بتعمل على التنميه والتطوير والبناء، وشايفين شبكه طرق كبيره جدا. ولو جيت للمواطن برضو بتلاقي في ناس وطنيين بحق بيشتغلوا لهذا البلد على شانك مصر فعلا. فبتلاقي حد قايم بيستثمر في البلد، بيجيب فلوسه بدل ما يطلع بيها بره، لا بيقول انا هشتغل في بلدي وفلوسي، بلدي اولى بيها. لان هو لو طلع اشتغل بره او اشتغل جوه هو بيكسب، فيقول لك انا ادور على مكسبي اعمله بره وخلاص. لا، لما بيعمله هنا بيفتح بيوت ناس بتاكل عيش على حسه، على حس الفلوس بتاعته دي. معانا النهارده نموذج هنطرحه على حضراتكم ونناقشه مع حضراتكم، مع ضيفي في الاستوديو الاستاذ عمرو المنياوي مدير علاقات عامه مجموعه زينه للتصنيع والتجاره. اهلا وسهلا استاذ عمرو. استاذ كبير، اهلا بك. طبعا احنا برضو اعزائي المشاهدين يعني هنتكلم بعد شويه مع صاحب المجموعه المستثمر نفسه اللي هو المهندس علي محمود عبد الحافظ، هيكلمنا برضو سريعا. بس احنا معانا طبعا العلاقات العامه والمستشار الاعلامي للمجموعه اللي هو بقى في ايده المواضيع كلها ويقدر يحكي لنا بالتفصيل، عشان احنا نوصل رساله. اولا انا عايز اوصل رساله ان البلد امان والبلد بخير والبلد الحمد لله رب العالمين بتتقدم، وان اهلها فيهم الخير لبعض ولبلدهم، وان اللي عايز يستثمر من بره يتفضل، اهلا وسهلا بيه، المناخ جميل والدنيا حلوه. وبعدين لما تيجي بقى تشتغل في مجالات تقدر تقول نادره في مصر، وده هنوضحه استاذ عمرو هيحكي لنا شويه. انا طبعا بس بعمل المقدمه وهنسيبه يحكي. يعني لما نشتغل في زيت الاكل اللي هو يعتبر شيء نادر وما فيش مصانع كتير بتعمله، بنستورد كتير، فلما حد يجي يشتغل في ده ويعالج قضيه زي كده، لا ده لازم يعني نقول له تحيا مصر طبعا قبل كل شيء، ونحييه لشخصه. هنسمع بقى من الاستاذ عمرو تفاصيل الموضوع. اتفضل استاذ عمرو. ربنا يحفظك يا استاذ كبير. هو حضرتك الاول خالص يعني ممكن نبذه كده صغيره عن الصناعه اتكلم فيها يعني عموما. اي دوله نهضت كان لازم يبقى يكون لها عوامل في النهوض. يعني حاجه يعني خلاص هي دلوقتي نهضت، خدت الطريق لحد ما نهضت فيه، تمام؟ يعني مراحل لحد ما نهضت. اغلب الدول زي الصين مثلا كده. الصين اكتسحت العالم ووصلت ل 8 تريليون دولار وارقام ضخمه جدا من الصناعه. نعم. يبقى اذا الصناعه جزء وركيزه اساسيه لاي دوله او لاي قائد عايز ينجح بيها ويعدي بيها لبر الامان لابد من الصناعه. فكان طبعا الفتره اللي فاتت دي طبعا كل الامور مش مظبوطه كصناعه، وبرضه التسهيلات والقلق في البلد. لما بعد ال 30/6 وبدات الامور تستقر وبدات الدوله تاخد منحنى او خط مستقيم بعد منحنى غير معلوم، بدا الناس تهتم بموضوع الصناعه ده. المهم ان انا عايز يعني الخص ان الصناعه شيء اساسي لاي دوله عايزه تدخل وسط دول العالم او تنافس دول العالم في العالم. تمام. فبدايه تعييني في مجموعه شركات زينه. مجموعه شركات زينه دي هي رجل اعمال مصري يمتلكها علي بيه محمود، باشمهندس علي. فانا اتصدمت يعني بحاجات كده في بدايه الموضوع لما تم عرض عليا ان انا اجي امسك العلاقات العامه عندهم، فكان لازم افهم فكر الناس اللي انا معاها او رؤيتهم ايه. فلقيت حضرتك ان الناس دي بتفكر لصالح البلد 100%، وانتهزت او تم انتهاز المناخ السياسي، وان الدوله مد ايديها وعشان خاطر تقدر تنجح. ودي طبعا ظروف مواتيه للكلام ده في الوقت الحالي والوقت اللي احنا فيه. المهم مجموعة شركات زينة، يعني لما كنت بكلم علي بيه حتى بقول له دلوقتي المصنع اللي انت هتنشئه، المصنع عبارة عن مصنع بيستخلص من حبة الفول الصويا زيت الأكل. تمام. طبعا زيت الأكل بقى ومشتقاته، يعني مثلا اللي بيتبقى بعد موضوع الزيت خالص بيبقى حاجات متبقية من كمية الزيت اللي هي النهائية خالص بتقوم الترصيب، ده بيبقى سمنة. بيبقى مثلا عندك العلف بيطلع اللي هو التفل بتاع الفول الصويا ده بيخش يبقى علف بعد كده. يعني الموضوع قصه كلها ما فيش فيها اضرار نهائي. يعني انت فول الصويا الحبه السحريه زي ما بيقولوا عليها بره وبيسموها، بتطلع منها زيت اكل، بتطلع منها سمنه، بتطلع منها علف للمواشي وللطيور. ابتديتوا تشتغلوا فعلا تبنوا المصنع؟ ايوه فندم. المشروع بتكلفته حوالي 250 مليون جنيه، دي كمرحله اولى، والمرحله الثانيه ان شاء الله ممكن تبقى ازيد من كده.
مكانه في وادي نطرون على مساحة حوالي 9500 متر تقريبا المساحة اللي هي الفعلية. المهم فلما بدأت أشوف الفكر بتاع القائمين على الأمر في المجموعة زي مجلس الإدارة وزي رئيس مجلس الإدارة، فلقيت إن الناس دي يعني هم عندهم فلوس تكفيهم لمعيشتهم، يعني الناس دي معاها فلوس لو هو مش هيشتغل خلاص كده فلوسي موجودة لحد إن شاء الله عمر طويل، يبقى أنا كده معايا لا أصرف، ما عنديش أزمات ولا عندي حاجة. تمام. ولكن فكرته إن يعمل مصنع ويخلي الناس تاكل عيش ايوه ده اللي انا دي بركز عليه. لوحدها طبعا هو ياكل عيش، دي واللفظ يفتح الشعبي بيوت اه يعني، اللفظ يفتح الدارج، بيت يعني. يفتح بيت، وطبعا في طبعا عماله مستفيده مباشر وفي حد مستفيد غير مباشر. يعني مثلا هو المصنع العماله اللي هيبقى فيه حوالي 350 عامل تقريبا وكلهم فنيين تمام، اما بقى اللي هو اللي هيعتمد على او دخله على غير مباشر على المصنع بس غير مباشر، يعني عامل غير مباشر زي مثلا بيورد حاجه، بيصدر، بياخد حاجه من المصنع، بيساعد في حاجه للمصنع، الكلام ده حوالي 1500 فرد تقريبا. يعني الله الناس دي يعني كده يفتح بيت 350 و1500، يعني كده تقول 2000 فرد او 2000 1800 ما شاء الله. 1600 فرد ان شاء الله، يبقى ده قوه احنا المصنع. معانا صور للانشاءات ايوه يا فندم، تمت فممكن الانشاءات نشوف، على ارض ممكن الواقع، نشوفها شباب بعد اذنكم في الكنترول، وتم حضرتك ممكن التعاقد ناخدها مع شباب. شركة هندية. حتى يمكن لما كنا بنتكلم في بداية الموضوع على ان الشركة الهندية بتطول شوية في تصنيع المعدات او سعرها اغلى شوية، وكان ممكن الصين تدينا حلول اقل وبدائل اقل، وطبعا كأي يعني اي رجل اعمال في الدنيا بيدور على الاقل اللي هو يكسب ازاي. لا لا لا، لقيت الفكر مختلف خالص ولقيت اتجاه بتاع المجموعة. احنا معانا صور على الشاشة نشوفها كده، تجهيزات يعني التجهيزات المبدئية للمصنع يعني. وليت حضرتك الاتجاه نفسه بتاع المجموعه ان هم يعملوا حاجه سليمه وتكون تلبي، لان طبعا معروف ان الانتاج المصنع الهندي او المعدات الهندي في التصنيع جودتها اعلى من الصيني، طبعا معروف بكل اشكاله، يعني بغض النظر مش بعمل اعلان ولكن هو ده امر واقع، جودتها اعلى وسعرها اغلى وبياخد وقت اطول شويه في التنفيذ على ما يصنع لك المعدات، ولكن بتديك في الاخر محصله كويسه جدا زي سعر زي الجوده في التصنيع. فطبعا لقيت لك الاتجاه نفسه ان هم لكن بيعملوا المكان حاجه ده لسه من بيجي، اجل لسه مصر، بيجي يعني مش المكان. من الله يبارك لك، مش من اجل المكسب او من اجل تحقيق ربح معين، احنا ولكن شايفين العنابر تقريبا او المصنع نفسه جوه اهوت. دي تمام. فعلا دي العنابر. لكن المكان لسه بقى ما جاش لسه لا هو بيجي. ساعتها دلوقتي المكن احنا تم التعاقد مع الشركه الهنديه ودفع طبعا قيمه 25% من قيمه المكن الى الان، وانت ان شاء الله كمان شهر هيتم دفع برضه مبلغ تاني، يعني برضه مبالغ ضخمه كبيره، يعني هو تكلفه المكن يعني داخله في حوالي 150 مليون تقريبا، 150 مليون جنيه، فده تم دفع طبعا ربع القيمه وكتعاقد، والكلام ده من حوالي شهرين ثلاثه، وان شاء الله خلال بالظبط شهر او شهر ونص تاني تقريبا هيتم دفع لما يوصل 50%، ويعني في خلال 6 شهور هيكون تم شحن المكن بإذن الله. للكهرباء باذن الله، ان شاء الله ما بدون اي معوقات، وينزل المعدات هنا اليابان الهنود اسف بيبعتوا لنا وفد من عندهم بيجي يدرب شرطهم احنا او يجي يدرب عندنا، فكان هم الشرط بتاعهم ان هم يدربونا 10 مهندسين او 10 فنيين من كل قسم، ولكن رئيس مجلس الاداره عندنا قال لك لا انا مش هينفع الكلام ده معايا، انا عايزه يدرب لي 50 من كل قسم. ليه؟ قال لك حتى لو اشتغل معايا او ما اشتغلش معايا يبقى انا استفيد بان انا ما كده كده الخبرة دافع دي فلوس، اللي ايوه قلتها يعني. استفيد بخبراتهم، ان صح. انا دلوقتي عندي 50 واحد علمته او كنت سبب في تعليمه في خبره هنديه بره مصر او تكنولوجيا جديده متقدمه ما صحيح. وصلتناش لسه في المجال ده. بالنسبه سعادتك لمصنع زيوت، يعني ما فيش حد يستغنى عن الزيت، ده ما فيش أساسي حد يستغنى حقيقي عن السمنه طبعا مهما الاسعار ارتفعت، ولكن طبعا. ما حدش دي او هيستغنى. دي يعني حتى لو دي بيستخدموها كبدائل يعني. الحاجه الثانيه سعادتك اللي هو اللي احنا الطريق اللي اتجهنا فيه، المصنع المرحله الاولى بتاعته 500 طن في اليوم تقريبا ان شاء الله، 500 طن في اليوم. فدلوقتي انت حضرتك عشان تلبي 500 طن في اليوم حجم مهول من الفول الصويا، خدنا حتة أرض في محافظة أسيوط على مساحة 1000 فدان، ودلوقتي جاري تقنين، وطبعا في فيديوهات أنا كنت سبتها لسعادتك هنا فيها تشجير شغال وكل حاجة شغالة على أرض الواقع. الألف فدان دول كان طيب غير قبل ما الخطة. نروح لأسيوط، احنا طبعا معانا مداخلة من الباشمهندس علي محمود رئيس مجلس إدارة وصاحب مجموعة شركات زينة. أهلا وسهلا باشمهندس. ألو. ألو. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم. يعني احنا طبعا سعداء ان حضرتك معانا، وكان يساعدنا اكتر لو حضرتك مشرفنا في الاستوديو هنا. معانا عمرو بيه طبعا مدير العلاقات العامه في المجموعه.
ربنا كنا يخلي حضرتك بنتكلم يا فندم. عن المجموعة وإن حضرتك مستثمر في مصر بتعمل على فتح بيوت الناس، فياريت تكلمنا نبذة كده مختصرة عن المصنع الجديد بتاع الزيت بعد إذنك. والله يا فندم مصنع الزيت بالنسبة لي أنا ده كان حلم. وفكرت فيه مع أنا مشيت مع اتجاهات البلد، إن البلد المفروض إن إحنا نتجه للصناعة والزراعة عشان نتطور ونبقى من ضمن دول العالم المتقدمة في الفترة الحالية. ولقيت ان في مساعده من البلد للموضوع ده. تمام، بالذات الزيت هنا في مشكله فيه فعلا. ففكرت في كذا مصنع، فلقيت ان احنا عندنا نقص في الزيوت بالنسبه للبلد بتاعتنا. نعم. وفكرت كمستثمر مصري وكشاب مصري ومعايا اقربائي واصدقائي واخواتي ان احنا نعمل مصنع بتكلفه بفلوس مصريه. لا هي فلوس من الخارج ولا فلوس من الداخل، هي فلوس مصريه بتاعتنا. ان احنا الهدف منها ان احنا نوظف ناس تاكل عيش في المصنع، وان احنا نفتح بيوت نكون سبب في فتح بيوت ناس، والحاجه الثانيه ان احنا ننشغل بحاجه مفيده للبلد وننهض مع الريس ومع القاده بتوع البلد، ننهض ببلدنا طبعا. ما حبناش نقعد، ففكرت في موضوع الزيوت وما فكرتش في الزيوت فقط، يعني ما فكرتش ان انا انتج زيت بس. انا فكرت ان انا كمان ان انا استثمر واستصلح اراضي في البلد، ان انا ازرع المحصول بتاع الزيت نفسه. ايوه، بدل ما انا بجيبه من بره بالعمله الصعبه انا انتجه في بلدي. بس عشان انتجه في بلدي انا محتاج برضه مساعده من الدوله، وبالذات في الاراضي الصحراويه، لان انا القصه عندي مش انتاج زيوت بس. ايوه، انا القصه عندي انتاج زيوت وانتاج اعلاف كمان، لان انا من ضمن الزيوت برضه عندي مجموعه مزارع دواجن برضه في اسيوط. بتستهلك كميه انتاج من العلف رهيب كل شهر. ففكرت في مصنع علف عشان اخد منه منتج الكذب بتاع الزيت، ان انا اصنعه في مصنع العلف عندي في اسيوط في المنطقه الصناعيه في اسيوط. يعني منظومه متكامله يا باشمهندس ان شاء الله. هي يا فندم منظومة متكاملة، يعني مش حاجة واحدة بننتقل من دي لدي كده. بنقدم على قطعة أرض عندي في أسيوط في منطقة اسمها منطقة العوامس، منطقة صناعية خاصة في مركز أبيوب عندنا، مقدم فيها ليا سنة النهاردة. لغاية النهاردة ما جانيش رد. وأنا قدمت بناء على تعليمات الريس إن المستثمرين الصعايدة ياخدوا أي أرض في المناطق الصناعية ويستثمروها. تمام. فللأسف أنا ليا سنة النهاردة مقدم على الأرض دي، لغاية النهاردة ما جانيش رد عليها. لان انا كنت عايز اشتغل في التوازي في المصنعين، في مصنع الزيوت ومصنع العلف، واشتغل في الارض كمان كاستصلاح واستثمار وزراع. يعني انا عندي ثلاث حاجات زائد مجموعه مزارع الدواجن ما شاء الله. طيب حضرتك يا باشمهندس حضرتك تقول ايه للمستثمرين او اصحاب رؤوس الاموال بحكم تجربتك يعني في كرجل اعمال؟ انا اقول لهم يتفضلوا، مصر امنه ومصر دوله مستقره ومصر فيها خير كتير ومصر فيها ربح كتير ومكاسب كتير اكتر من اي دوله تانية في العالم. بس مصر عايزه اللي يجتهد ويجد ويشتغل. تمام. مش عايزه اللي يقعد في بيته. تمام. مش عايزه اللي ينام. بالتاكيد. ومش عايز ان انت تعتمد على الحكومه في كل حاجه برضه، الحكومه مش هتجيب لك حاجه. بالظبط. الحكومه مش هتشغل حد. ومش هتقبض حد مش شغال. بالظبط. لا بد من العمل. مليون 104 مليون، احنا العدد الطبيعي في مصر 120 مليون يا باشا. ال 120 مليون دول النهارده الدوله مش هتعينهم كلهم. لازم انا اشتغل وحضرتك تشتغل والتاني يشتغل والتالت يشتغل والرابع يشتغل، بس صحيح. كلنا هنشتغل برضه بمساعده الدوله. بدون مساعده الدوله احنا مش هنعرف نشتغل. صحيح صحيح. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الباشمهندس. لا يا فندم، علي محمود عبد الحافظ. تحت امرك يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. نرجع نكمل مع الاستاذ عمرو، كلام جميل والله. يعني لما يبقى هو حضرتك اضافه على رأي كلام باشمهندس طبعا، وفعلا بقى لنا سنه مقدمين. انا بس عايز اقول حاجه الاول، اعلانات الحاجه دي تبقى عندي هنا. لا 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 لا، لازم يا ريس، ما ينفعش طبعا. يعني يبقى في رعايه هنا. ما نقدرش يا ريس طبعا. فسعادتك طبعا بالنسبه للطلب فعلا مقدمين وبقى لنا فتره، فانا نزلت بنفسي للسيد السكرتير العام محافظ اسيوط محمد بيه، حد من محترم جدا جدا جدا، انسان راقي من الاخر. انا يعني
بقعد اتكلم مع المسؤول او بحاور المسؤول او بكلمه في اي حاجه، باخد عنه انطباع وانا خارج انسان حد راقي جدا وحد محترم. فالمهم الراجل فعلا وعدني ان هو خلال ايام هيشوف حل للقصه لما لقى جديه في الموضوع اللي هي اتكلم عليها باشمهندس. اللي هي قطعه الارض اللي احنا عايزين ناخدها. يعني احنا ماشيين الحلقه كلها ما هو سيد الفضل في ايجابيات حلوه جدا، وفي مستثمر عنده روح وطنيه وفي دوله مساعداه، ليه بقى يطلع واحد في حته مبوظ حته الواقع الحالي؟ بس الواقع استاذي الكبير، الواقع الحالي ان دلوقتي عندك انت بتستورد زيت بارقام كبيره. تمام، زيت الاكل مع ان احنا كده. في دوله فيها اراضي زراعيه. والباشمهندس قال حته حلوه جدا. تمام. برضو مهمه، انت لو بتصنع الزيت محتاج الخام بتاعه هيزرعه يبقى كده حلو. ايوه يعني ايوه انت انا متفق. المشكله من وبيطلع علف وبيعمل دواجن، يعني منظومه متفق مع سعادتك. بس الحاجه الاولانيه حضرتك، انت دلوقتي انت عندك مصر كلها فيها 3 4 مصانع زيت. مع ان سعادتك عندك الظروف اللي هي تؤهلك لصناعه الزيت، يعني ما فيش معوقات، عندك ارض موجوده، في فول صويا ممكن تزرع عندنا، مناخنا كويس جدا جدا والتربه بتاعتنا صالحه، وده طبعا ببحوث كتير قالت الكلام ده، وعلى ارض الواقع موجود، الناس الوطنيين تقدر تعمل، وايدي عامله عندنا موجوده. وفي الحمد لله كهرباء موجوده وكل حاجه موجوده. طب ايه اللي يمنع من التصنيع؟ مش قادر افهم. المهم سعادتك، صناعه الزيت بتخلينا نطلع دولارات كتيره جدا بره عشان نستورد زيت لزيت الاكل اللي هو زيت الاكل اللي هو التموين وغير التموين والاستهلاك اللي هو المحلي. فلما حبينا احنا علي بيه او المجموعه كلها حبت تتفق ان هي تحل ازمه من الازمات او تستثمر في ازمه، يبقى برضه هي استثمرت وفتحت فرص، اتاحت فرص للعمال واتاحت فرص لكتير للناس يعني اللي هي بتعمل في هذا المجال. برضه كان من ضمن الاسباب ان هي برضه توفر على الدوله عبء استيراد الزيت من بره، لان احنا المرحله الاولانيه حتى هو طرح في الجلسه الاولانيه في جلسه العمل الاولانيه للمجموعه ان لو تم يعني ممكن نصنع ونصدر، ده الاسلم، هيجيب لنا دولارات كتير. كمان فكان من ضمن المتشبثين والله لو صنعنا واكتفينا ذاتيا. فعلا كان ضمن المتشبثين للراي البشمهندس، حتى انا اتفقت معاه في هذا الراي، ان واحنا قاعدين في الاجتماع ان لا يجوز التصدير في المرحله الاولى نهائي، لازم كله يدخل. في فيديوهات للمزرعه تقريبا. في فيديوهات في المزرعه. طب نشوف نكمل الكلام. طب موجوده الفيديوهات جاهزه يا جماعه؟ طب نشوف فيديو المزرعه. دي مزرعه مساحتها على 1000 فدان في اسيوط. شايفين؟ ما شاء الله. الامر طبعا جاري، وطبعا سعادتك ال 1000 فدان دول بيحتاجوا رقم كبير في الاستصلاح وفي حاجات كتير. دلوقتي جاري تقنين الارض دي دلوقتي حاليا، وصلنا فيها طبعا الاجراءات لما الدوله فتحت، ودي انا حاجه رحبت بيها خالص. ارض مهدره وما حدش بيجي عندها، وفي نفس الوقت اللي بيزرع بيجي يحاسبوه ويعملوا له محاضر، يعني تعطيل في كل الاتجاهات. انما دلوقتي الدوله فتحت فبقت شيء كويس. سعادتك ان ايه؟ ان الناس تقنن وتصلح من اوضاعها. فالمهم دلوقتي حضرتك ان المزرعه دي لما تنتج 1000 فدان ويجي يزرع فول صويا، والفول الصويا يجي يدخل المصنع يتم تصنيعه. دي بتتعمل عشان يطلع فول صويا فيها؟ ايوه يا فندم. المصنع بتاع الزيت سعادتك بيدخل حبايه الفول الصويا، الحبه السحريه اللي انا بسميها حبه سحريه، يطلعها لك من ناحيه ثانيه زي الزيت سليمه. ما فيش فيها اي كلام تاني، وبيطلع لك يعني طاقه 500 طن في اليوم، رقم مهول عشان تحضر 500 طن في اليوم. فاحنا برضو كان من ضمن الاتجاه بتاع المجموعه ان احنا يتم زراعه قطعه ارض عشان لما ناخد يعني ناخد منها الارض بتعمل تكفي المصنع مثلا بنسبه 70% او 60% والباقي هناخده من السوق. المهم حضرتك انا فوتك في حته التصدير. احنا انت فوتني في حته، انا اللي قطعتك فيها معلش، اللي هي بتاعت الاستاذ اللي في اسيوط اللي ممكن يحل المشكله السلبيه اللي لا حضرتك محمد بيه السكرتير عام محافظه اسيوط، انا بصراحه الراجل ده بوجه له كل الشكر، حد محترم والله. انا بتمنى هذا الشخص يكون محافظ، لان في ناس فعلا جدير متعاونه جدا وما عندهاش يعني تكلف او تكبر في الموضوع، بيتعامل مع المشكله بشكل بسيط. المهم سعادتك هو الراجل وعدني بحلول في القصه، وان شاء الله هيكون قد وعده زي نفسه. لكت صدري. لا وعدني بصراحه، وانا يمكن حتى الباشمهندس يعني انا بس الكلام ده كان من حوالي 3 4 ايام، فبرضه الباشمهندس كان مستاء ان هو مقدم من سنه والحلول برضه بيقولوا بعد 3 4 ايام حد يحل. ايوه ما انا جد معايا فلوس. على فكره حضرتك الفلوس والاستثمارات بتاع الاموال بتاع المجموعه اللي هي قروض فلوس شخصيه ولا هي يعني فلوس اموال المجموعه العائله كلها زي ما بيقولوا، والشركاء اللي مع الباشمهندس وكلهم واموالهم، وطبعا الباشمهندس داخل طبعا بالنسبه اكبر. انت عارف خاصه ان دايما الصعيد في يعني مش عاوز اقول اهمال او يعني مش واخد حقه كامل. لا او بص على فكره لما نفتح في الصعيد انا من لا يعني طالما في مشروعات لابد ان احنا كل الدوله تساعد انها تنميها، لان ده قطاع كبير جدا واهلنا هناك عدد كبير جدا مصريين هيستفيدوا من الكلام ده، ما ينفعش حد يعطل. تمام سعادتك، انا بس اكمل حته التصدير وبعد كده ارجع لسعادتك نقطه، انا اسف. دلوقتي حتى المجموعه خدت قرار ان مش هيتم تصدير ان شاء الله اي ازاز الزيت من المرحله الاولى من التصنيع اللي هو المصنع الاولاني، في بعد كده يبقى في موان وفي تو وكده يعني ان شاء الله.
فقال لك احنا مش هنصدر، احنا هنحط في السوق المحلي وبسعر مرضي، حلو جودة عالية وبسعر مرضي. من الآخر كده ماشي الناس دي ناوية تكسر الدنيا كده في المجال ده بإذن يا عم، الله. صحيح صحيح. المرحلة التانية بقى من التصنيع هي دي اللي ممكن نتكلم فيها في التصدير، عشان برضو أنت بعد ما عندك نكتفي عملة، هنا عملة وعندك احتياط نقد محتاج طبعا توفره، ومحتاج عملة، عملة كتير طبعا أنت محتاج تجيب. فكده برضو احنا ماشيين في فكر كويس، إن أنا شبعت نفسي الأول أو السوق المحلي تشبع، والمرحلة التانية دخلت في مجال التصدير وجابت عملة. بالنسبة لساعتك لموضوع الصعيد، الحاجة اللي أنا عايز يعني أتكلم فيها ان انا قعدت ادرس شويه في موضوع المصانع والبنيه التحتيه في المصانع، لقيت ان ماليزيا وان كل دول العالم لا تقترض الا لبناء بنيه تحتيه بصناعه، وفي بعض الدول بتقترض عشان تبني شبكات صرف وشبكات حاجات زي كده. برضه انا الناس دي هنيها بغض النظر ان هو شبكات صرف صحي وحاجات زي كده، ولكن برضه فكره الدول دي بتقترض عشان كده. سعادتك احنا يعني مش هقول بقى برضو يعني مش هحمل العبء على الوضع الحالي، ولكن احنا 30 سنه او اكتر من 30 سنه، 32 سنه و33 سنه الفتره اللي فاتت كلها، وعندك الصعيد يكاد يكون مهمل. تنزل كل منطقه صناعيه تلاقي قوه التشغيل فيها سعادتك 40% و30%، وده كلام موثق فيه، موثوق وعلى مسؤوليتي، 30% 40% والباقي كله ما فيش تصنيع ولا حاجه غير كده وكده، الدعم ما فيش. كنت في الصين وبالتحديد عند مستر ليو مالك صناعة زجاج البرفان بالعالم، وكنت دعوة من رجل الأعمال عبد الرؤوف البنا، هو صديق شخصي وراجل بصراحة. فالمهم يعني دعاني فقعدت مع مستر ليو فسألته، أنت لو إيه الحكومة اللي بتقدمه لك الحكومة؟ قال الحكومة ممكن يعني لو أنا مش عارف أدير المصنع بتدخل تاخد مني المصنع وبتجيب ناس فنيين وتدير المصنع هي، وبتعمل أول بحث ثم إدارة المصنع، وبعد كده بتعمل لي روشتة أمشي عليها، تيجي تقول لي مصنعك اهو اتفضل ورشته اهي. طب لو حبيت اقترض الاقتراض ما بيكملش شهر. طيب الترخيص، الترخيص 24 ساعه نت، يعني ممكن ساعتك تنشئ شركه في سنغافوره 24 ساعه، في دول كثيره من دول العالم 48 ساعه، في دبي دلوقتي وصلت برضو لمستوى سنغافوره، بتنطح بقى كله بينطح في بعض دلوقتي، او التنافس للرياده هم ده اللي بيتكلموا فيه. ده مجال من ضمن المجالات اللي هي بتساعد. عندك بقى سعادتك الفتره اللي فاتت دي كلها كان الصعيد كله ميت، طرق امشي بقى، انا اسف بقى بتكلم برضو حاجه، امشي بقى كده سعادتك على طريق العين السخنه احلى طريق، مش عارف حارات بطيء وحارات مش عارف ايه واشارات ضوئيه، امشي بقى سعادتك على طريق الصحراوي الغربي لا يصلح، طريق الصحراوي الشرقي يصلح ولكن معلوش خدمات. بدانا دلوقتي لسه من حوالي سنه بدانا ننشئ في الطريق الصحراوي الغربي اللي هو بيوصلك للمصانع، اللي هي البنيه التحتيه، اللي هي لا صناعه دون بنيه تحتيه طبعا، يعني سعادتك عشان تعمل صناعه لازم بنيه تحتيه. المهم حضرتك دلوقتي الدوله بدات تصحى للكلام ده متاخر، واحنا برضو يعني بنلتمس العذر لان الاهمال كان مترتب عليه من السنين فاتوا، فانا عشان اجي اصلح اللي خرب من كتير او التخريب اللي قبلي. مشكورين اللي بيصلحوا دلوقتي يعني بالامكانيات المتاحه، فلا بد الموضوع ياخد معاه وقت. نرجع بقى سعادتك لصناعه الزيت في مصر او الصناعات الثانيه، احنا المرحله الاولانيه انتاج المصنع ده مقدمين حاليا دلوقتي على قطعه ارض 30,000 متر في محافظه اسيوط اللي محمد بيه وعد بيحلها، تمام 30,000 متر، ومقدمين تاني يمكن لسه ان شاء الله بكره ولا بعده هذهب للسيد وزير الزراعه اقدم طلب بتخصيص 10,000 فدان او اي مساحه يحددها ويديني مده زمنيه للتنفيذ. يعني انا هحكم على نفسي بكده، هقول له انت طبعا انا بتكلم باسم مجموعه يعني الكلام أيوة ده طبعا. للمجموعه مش لشخص. يعني ساعتك دلوقتي هو هيجي يديني المده مثلا، يديني قطعه الارض يقول انا هخصص لك الارض هنا ووفرت لك كذا ووفرت لك كذا كدوله. حاجة انا برضو عشان ما اجيش بقى اعمل بقى قصص زي القديمه اللي كان ياخد الارض وبعد كده يتم تسقيحها ويبيعها والكلام اللي انا كنت لسه لازم عن ان مشكله المواطن برضو في الفساد، في الفساد. لا هو ساعتها برضه الجهات الرقابيه دلوقتي بقت ايديها شديده شويه، فما هياش حد يعني يقدر يتكلم لان الرقابه الاداريه ما شاء الله كل يوم تفش لها اثنين ثلاثه انا اسف وتبعت على طول الله يسهلها. فالمهم حضرتك دلوقتي انا يعني انا حتى انا لما قابلت معالي الوزير هقول له اديني مده زمنيه، احكم عليا بمده زمنيه او انا اديك مده زمنيه وسعادتك تكون شاهد عليها وتحكم عليا بيها ان انا في خلال كذا هستصلح كذا وفي خلال كذا هستصلح كذا، لان لو المستثمر جد فعلا مش هيهمه انفاق الاموال والقاء بالاموال على في الارض عشان تطلع اموال ثانيه، لو هو غرضه تجاره والغرض البيع والشراء او ياخد الارض عشان ياخد قرض مش هيعمل فيها حاجه. انما انا نفسي حتى في الطلب كده كاتب في ان شاء الله اخش بيه معالي الوزير اني انا مديك تارجت زمني او وقت زمني محدد عشان خاطر انفذ فيه ال 10,000 فدان. طب ال 10,000 فدان يزرعوا فول صويا
تخيل سعادتك الفول الصويا يشغلوا المصانع الجديده بقى اللي اه يشغل معاه حضرتك حبه الفول الصويا تدخل جوه المصنع بعد كام مرحله فائقه العنايه، يعني حاجه التكنولوجيا بتاعه انتاج المصنع بتاع الزينه تعتبر احدث تكنولوجيا في الشرق الاوسط. ان شاء الله. يعني انا اتحدى مصنع يكون موجود جايب المكن ده والعود معانا والورق معانا والرسومات، والهنود دلوقتي هم اللي بيشرفوا على انشاء القواعد، ان عشان يجي ينشئ جملون او ينشئ خزان معين او ينشئ مرحله التقطير او اي مرحله من مراحل الانتاج في المصنع لابد من انشاءات خرسانيه معينه، دي 20 سم للحيطه دي، الكتف ده 40 سم هو ادرى بقى بصناعته. اه فلازم الشركه الهنديه تبعت حد من عندها يقف على ده اللي بيتعمل حاليا. اه اللي شغال دلوقتي، الهنود موجودين معانا شغالين دلوقتي بيباشروا التنفيذ، احنا خلاص عملنا بالظبط 80% يعني او 90% من الهيكل الاداري للمصنع والهيكل اللي هيقعد عليه المكن، يبقى كده احنا واقفين على ان المكن يجي يركب ان شاء الله كده يبدا اول من تشغيل الله بقى على طول. اه ان شاء الله اول تشغيل بزيت الزيت وبعد كده يجي لك في الاعلانات. تمام. مش هنحرمك من حاجه. تمام. ماشي يا ريس. فاحنا دلوقتي حاليا حبه الفول الصويا دي بتدخل الى المصنع بتطلع من الناحيه الثانيه ازاز الزيت، ثم بيطلع منها المستخلص اللي هو اللي بيطلع منه اللي هو التفل ده بيسموه تفل او له اسم تاني علمي، بيطلع بيبقى علف بيتم بعد كده تجفيفه وبيبقى علف وحاجات زي كده. تمام. طيب انا الحاجات دي هطلع ارميها؟ لا، يبقى احنا خدنا قرار ان احنا نعمل مصنع بتكلفه حوالي برضه 250 مليون تقريبا لانتاج العلف، وده عشان اعمل مصنع بهذا الحجم، لان الزيت مراحله اصعب في التصنيع، مراحله مش سهله جدا، حاجه معقده جدا جدا. ولكن اللي مشجعنا في القصه ان المكن نفسه بياخد الحبه منك دون تدخل اي عام من العمال، حتى مش هيبقى عندنا عمال، هيبقى عندنا فنيين فقط. يعني احنا كل اللي موجودين هيبقوا كلهم فنيين، لان المكن مش محتاج حاجه، لا محتاج حد يتدخل ولا حد يشيل ولا حد يرفع، هو ازازه الزيت بتتداخل الحبه بتخش تطلع تبقى ازازه الزيت، ثم تعبى اليا، بعد كده بيتم تحميلها على العربيات وتتم تطلع تتوزع او تتخزن في المخازن اللي احنا خدناه، برضو خدنا مخازن للكلام ده عشان نبدا نشتغل فيها، او بعد كده تبدا تنزل السوق المحلي. فساعتك دلوقتي التفل بقى اللي هو او التفل اللي هو بتاع الفول السوداء اللي هيطلع، عشان نعمل حاجه بالحجم ده لازم لنا مساحه كبيره. طيب احنا جادين جادين، يعني انا حتى لما كنت بتكلم مع السكرتير العام محافظ الصوت قلت له انا مستعد دلوقتي اطلع لك شيك، تمام، او اجيب لك فلوس كاش ايا كان مع للمنطقه الصناعيه وهي تنميه الصناعات، تمام، عشان خاطر قول لي كذا انا مستعد، يعني قول لي مثلا دلوقتي هتدفع قيمه الارض كذا انا جاهز، يعني مش كلام مرسل، يعني ممكن احط لك الفلوس في حساب الدوله لحد ما يتم تخصيص وقتي، فكده احنا على ارض الواقع، ارض يعني كده احنا في مستثمر في جديه يمتلك الاموال وجد وشغال وعايز ينفذ. طب وبدا يعمل اجزاء من مشروعاته برضه. بص سعادتك الوضع كالاتي. واحد يمتلك الله اكبر الاموال دي كلها او بيتكلم في الاموال دي، طيب اللي بيمتلك الاموال دي ما زعلش مني، ما كان ممكن يقعد يكبر دماغه، انا مالي مع رئيس، انا معايا كتير، اغير عربيه اغير شقه اقعد في فيلا اقعد في طياره، يعني عادي مش فارقه. طيب هو ليه يعني بيتعب نفسه وعلى اعصابه؟ وهل الورق طلع؟ هل الورق جه؟ يعني مثلا انا يوم ما رحت السكرتير العام الباشمهندس تابعني مثلا قول جه خمس ست مرات، كان كل شويه يرن عليا يا ترى المقابله صداها ايه؟ يا ترى المقابله صداها ايه؟ لحد ما طمنته وطلع المقابله ان شاء الله صداها خير، وراجل وعد بحل الحلول وراجل محترم. فبرضه انت كده يعني فلوسك وعلى اعصابك. يعني فلوسك وعلى اعصابك عشان تنشئ في الدوله. فانا برضه اللي انا بطلبه من الدوله ان دلوقتي ده مستثمر جد ويمتلك الاموال ويمتلك الروح لحب البلد الوطنية دي الوطنية يمتلك الروح لحب البلد دي، يبقى احنا نستعجل بقى ما نستناش زي الدول بتاع بره مثلا كده ممكن في يومين تكون مخلص بالظبط يومين تكون. انت لو ما حلتش يعني حتى تشغيل ناس انت كده بتحل مشكله سلع يا فندم. انا كان في مكالمه جدا هاتفيه ما بيني وما بين مستر ليو اللي هو رجل الصناعه، الراجل ده بيلعب في حوالي 40 مليار دولار في الصين، وعنده السوق العالمي بياخد 80% من انتاج مصانعه، هو كيلو زي ما قلت سعادتك اللي هو الشيخ عبد الرؤوف او الباشمهندس عبد الرؤوف البنا. الراجل ده انا كلمته قبل 30/6، فبقول له تعالى تعالى هنا مصر وضخ عندنا مليار او 2 مليار مصري، مش هنقول لك بقى دولار، ده خلي مصر جرب كده معانا وشوف الوضع. قال لي لا. من فتره قريبه هو اللي بدا يتواصل معانا وبدا يتكلم ان هو الراجل عايز يجي يدخل جميل يشتغل ويدخل يشتغل وفلوس اموال المشروع سليمه، هيدخل راجل هيفتح لك مصنع، هيجيب ايدي عامله ناس قاعده في بيوتها يجيبها يشغلها في صناعات مغذيه، او في ناس صناعات شغل مغذي على المصنع نفسه ناس مغذيه، ده برضه هيشتغل. تمام. غير كده وكده ان في ضرائب طالعه للدوله،
غير كده وكده ان المنتج اللي طالع ممكن يبقى في يضخ في السوق المحلي فينيم المستورد، يبقى انت وفرت عمله من بدل ما تشتريه من بره بقى موجود عندك. اه بقى موجود عندك كده، انت وفرت عمله طالعه بره مصر، يا اما انت صدرته جبت عمله من بره، يبقى كده في كلتا الحالات انت كسبان كسبان طبعا. معاك. فانا يعني انا بشكر فعلا ان الوقت الحالي بدا المستثمر يبص لمصر، ولكن بقى اللي انا او اللي انا اتكلم فيه ان لابد احنا بقى مش نوصل للفكره دي، لا نوصل اكبر منها. بمعنى ان دلوقتي واحد مستثمر جد 15 يوم يكون ورقه خلصان. تمام. انا اسف، البهوات اللي قاعدين في الوزاره هيعملوا ايه؟ انا اسف بقى في اللفظ، بيعملوا ايه يعني؟ انت شغالين ماشي، ما هو ده شغلك برضه. ايه المانع لما يطلع تطلع لجنه كده مكونه من 1 2 3 4 وروحوا ماسكين المستثمر؟ انت يا عم انت جد؟ اه. طب فين فلوسك؟ فلوسي معايا اهي، ويتم الكشف عليها امنيا، يطلع راجل محترم وراجل ابن البلد، يبقى في خلال 10 15 يوم يكون تم حل مشكلته، يكون شغال صح. يبقى كده انت ساعدته ان هو ايه يشتغل. انما دلوقتي برضه القصه بطيئه، يعني انا بعترف هي اتحلت ولكن بطيئه في التعامل. دليل احنا دينا سنه مقدمين على حته ارض، يعني انا دي بقى لي سنه بقول لك تعالى اديك فلوس حطها في خزينه الدوله، بقى لي سنه بقول لك انا عايز افتح افتح لناس او ايد اعملها فرص عمل، اتاحت فرص عمل لهم. تخيل سنه. طب السنه دي يعني ساعتك ما لحقتش تدرس ولا اتعامل فيها كتير، او ما لحقتش تبص على طلبي، طب او طلبي غير يعني مش هياخد عندك قبول، قول لي قول لي تعالى انت عليك تحفظ في هنا، او لا مش هينفع، او موقفك المالي ضعيف، او شروطنا مكحفه كذا، اقدر اتناقش معاك واحس ان فيك ده. انما ساعتك بتروح انت مقدم الطلب يسكت على ما يجوا يردوا. طب بالله عليكم ده احنا ما صدقنا مش عارف. انا نفسي مش قادر يعني، انا حتى يعني احنا مصدقنا ان المناخ العام في البلد بقى كويس يا فندم. انا بطلع لمحمد بيه الدراسه بتاعت المصنع والوضع والدنيا، وبقول له فندم احنا جاهزين للتنفيذ كمجموعه، واي شيك باقي الرقم اللي هتحدده الدوله احنا مش هنقوله بقى اديني 5%، لا انت لا يطلع من لسانك احنا هندفعه. تمام. انت قول لي انا عايز كذا في الارض دي هدفع. هو يا عم النظام اللي انت هتقول لي في التقسيط، لو كنا هنقسط احنا مش هنقسط ان شاء الله ناخد كاش، لو كنا هنقسط برضه النظام اللي انت هتقوله مش هفاصل فيه ولا هعمل فيه تظلم، هنفذ معاك. فبعرض عليه بقول له الدراسه كذا وده المصنع كذا وده القوه الانتاجيه بتاعته والرسم التخيلي والمستهدف منه ايه. بصراحه الراجل طار من الفرح، قال لي فعلا الصعيد محتاج حاجه زي كده. طبعا هات، وانا الموضوع ده شخصي هشتغل عليه شخصي. يعني كده يعني هتابعه هتصل فين؟ مش شخصي، انا اسف مش شخصي يعني عشان حبا فينا او لا، هو خد كحاله عايز اتبنى له احترم كحاله الفكرة. عشان يحترم الفكره كحاله يتابعها بقى ايه عشان لحد ما تخلص. فانا يعني بتوجه للجماعه المسؤولين ان احنا يا ريت اتمنى ان ده يوصل للكل، ان احنا نعمل مده زمنيه لكل مصنع. انت دلوقتي جاي تقدم على مصنع ماشي، هديك حتارت في خلال يومين اكون رد عليك، 3 ايام اكون رد عليك، 15 يوم اكون رد عليك. انا اسف البهوات لما يضغطوا في شيء معلوم انت تعرف تبني السيستم بتاعك عليه برضو. ايوه يا فندم. يعني دلوقتي لما مستثمر واجي الاقي دلوقتي سعادتك زي سنغافوره بقدم ورق على النت دلوقتي 24 ساعه فتحت شركه، 24 ساعه بقى ليا موقف مالي محدود، بقى ليا كام في الدوله او حسب خطب من او خطب بيه الدوله والدوله خاطب مين. تمام. طب ايه المانع؟ تاني يوم بشتغل على احنا بقى دلوقتي عشان عشان بقى نيجي نطلع بقى وتطلع بقى نخش وزاره الاستثمار بقى، حدث ولا حرج. تبص لنفسك بقى داخل المرحله يا عم مفيش مشاكل، هوب روح بعتلي الموافقه الامنيه، تيجي الموافقه الامنيه بعد 6 شهور وتسال بقى انت بعت، يقول لك انا بعت مع ان كان في كلام كتير الفتره اللي فاتت عن قانون الاستثمار ما هو سعادتك في تسهيلات وفي الله يبارك فيك القانون بتاع الاستثمار. بص يا فندم احنا يمكن في مصر هنا ينقصنا شيء وده اللي انا مستاء منه جدا، ان احنا بنسن القوانين زي الفل ولكن متابعه القوانين بعد سنها، لان القانون ان ما كانش يتم بيه متابعه دقيقه مش هينفع. يعني تاني حاجه التنفيذ ما بيحصلش تنفيذ القانون، لا بص ساعتك بيبقى بطيء بيتم التنفيذ، انا مش هنكر ولكن بطيء. انا طب وانا يعني انا دلوقتي معايا 100 مليون لا جنيه، لكنهم ما تنساش برضو معلش ما يفوتناش الفساد. انت ممكن تكون رايح هو لحد ما يجيش حد بصراحه في موضوع الفساد ده لا يعني لا ما احنا ما اشتغلناش وما شفناش، بس النتائج اللي بتعملها الرقابه الاداريه كل يوم والتاني على الناس اللي واخدة دليل على انه خراب سنين حتى لا ما انت معناه ان انت مقدم من سنه ده يعني في حد قاعد مستني ما تقول له كيف حالك ايوه خد يا حاج لا ده حقيقي هو مستني كده هي فمستني من الرقابه الاداريه تيجي تاخده بقى عشان خاطر العمليه تسلك. ده سعادتك موجود، بس انا لحد دلوقتي في اجراءات الترخيص من الاول للاخر ما يعني ما قابلتش كده، ولكن قابلت تراخي تراخ وتباطؤ. طب انت متباطئ ليه؟ انا معايا 100 مليون جنيه لكنهم دلوقتي هشتغل بيهم حضرتك تمام؟ قعدهم سنة
طب ما انا لو فكيتهم ولفناهم هيبقى حلو. انا لو فكيتهم في حاجه تاني، ما هو العقل بيقول كده، معايا 100 مليون 50 مليون جنيه جمعناهم مكونين، ودلوقتي هنبدا نشتغل بيهم مجهزين الارض عشان نشتري. اجي دلوقتي اروح مدخلهم في حاجه تانيه، خلاص مش هشتري، مش هعمل مصنع. يبقى سبب بطئك خلاني صرفت في نظر عن الفكره، وعدم التعاون معايا هو اللي خلاني مسكت الدراسه بتاع المصنع. تمام، مشروع احترميها على جنب، وقلت لها خليك هنا لما نتقابل في وقت تاني. فساعتك يعني انا يمكن لما قعدت ادرس نهضات الدول عشان كان اخش بقى في التصنيع والحاجات دي، فلقيت ان ان ان, إن الردود بتاع الدوله وتعاملك كمستثمر والردود في اسرع وقت شيء مريح للاعصاب. انا ارد عليك اقول لك انت مرفوض، مش عايز ازعلك، هتعرف ايه اللي حصل. بتقضي ولا بتقضي يعني ايوه زاوية، هتعرف تشوف حالك. الله يكرمك. فانا دلوقتي لما ارد عليه واقول لا انت مش نافع معايا، يبقى كده خلاص مفيش مشاكل، هو بقى يصلح اموره ويحاول يعمل محاوله من جديد. او ارد عليه اقول له انت مقبول، يبقى انت كده هات في خزينه الدوله وضخ فلوس. انما لما ارد ما اردش عليه خالص، يبقى كده احنا بنحرق وقت. وبرده كده القانون اتسن زي الفل. طب بعد كده عملت ايه قوانين؟ الكارثه الكبيره بقى عندنا هنا شكل لجنه. يعني نفسي انا اتمنى ان كلمه الحاجه اللي عايز تموتها شكلها لجنه، انا اتمنى يبقى كلمه تشكيل لجنه ده يبقى حاجه مريحه للاعصاب. الكلمه دي بتلقى على المسامع اول ما تقول واحد على فكره يا فندم الموضوع تحول للجنه. يقول يبقى مستاء جدا ويبقى متضايق وخلاص بقى الفكر طول ال 30 سنه او زاد اكتر من 30 عام مضوا ان تشكيل لجنه شيء مرعب او شيء مش هيتحل. شيء للتمويت. خلاص مقبره بيتم دفن فيها الافكار. فالموضوع ده نفسي تتغير، يبقى انا كلمه شكل لجنه اول ما تلقى على مسمع رجل الاعمال الله اكبر كده تمام، انا مش شكل لجنه براحتك طول ما انا عندي حق هاخده. يبقى كده بس في خلال وقت زمني محدد. ده اللي انا بطلبه من الدوله، ان تسريع الاجراءات وتنفيذ القوانين اللي تم سنها، احنا ما عندناش مانع من الدوله والضرايب وكل الكلام ده سهل، وانا معاك وده حق طبيعي يعني. حقهم حق الدوله، ولكن استعجل في وقتك. تاني حاجه حته تشكيل لجنه دي ابوس ايديكم عشان خاطر ربنا تخلوها لنا حاجه مريحه للاعصاب. في مشروعات ايه تاني في المجموعه؟ والله سعادتك دلوقتي عندنا مزارع الفراخ لوحدها الله اكبر يعني اللهم لا حسد، بتاخد برقم كبير علف. دي شغاله دي. احنا بقى تم انشاء عنابر ثانيه، تكلفه العنبر الواحد دي في اسيوط برضو. في اسيوط موجود على حلو مش عارف اظن بس ما بعتش سعادتك صور منها. تكلفه العنبر الواحد 8 مليون جنيه. العنبر ده بيتم بمساحه 15 متر في طول 130 متر. عنبر واحد حاجه مهوله تكلفه برضو عشان تعمل عنبر واحد. احنا بصدد انشاء 10 عنابر ان شاء الله، 10 عنابر في 7 مليون او 8 مليون تقريبا، يعني حكايه مثلا نقول 80 مليون جنيه. ده بس كده انشاءات. طب لما تيجي تجيب بقى الفراخ، لما تيجي تجيب العنف، لما تيجي تجيب الكلام ده برضو قصه ثانيه. فاحنا لما مزارع الفراخ عندنا اللي هي القديمه في شغاله، مزارع شغاله اللي هم بادئين بها من الاول يعني من سنين. ايوه يعني حتى يمكن الباشمهندس معروف ان هم شغالين في تربيه الفراخ من 79 يعتبر. هم اللي علموا الصعيد الفراخ والحاجات دي. يعني في مشروعات قديمه بالنسبه لهم من 79 يعني سعادتك، هم يعتبر ملوك وعندهم شركه ادويه بتجيب ادويه وبتبيع ادويه للفراخ لكل الصعيد ماسكه من اول المنيا لحد اسوان معاه. يعني هو الجديد بس ان داخلين في موضوع الزيت يعني. الجديد موضوع الزيت والارض الزراعيه والعلف والحاجات دي موضوع التصنيع. تمام. انما وبرده تحديث مزارع الفراخ. تمام. يعني انا عايز اتكلم فيه ان احنا دلوقتي تم تحديث مزارع الفراخ بانشاء عنابر جديده بمساحات اكبر بتقنيه اوسع في الصحراء بعيد عن البيوت عشان ما يبقاش فيه اي قلق، بحاجه متطوره جدا. يعني المزارع دي يعتبر مش موجود منها في مصر غير مثلا 3-4 مزارع اللي هي الموجوده، واللي موجودين دول اتبنوا من مثلا من 5-6 سنين. فدلوقتي بقى في تقنيه يعني يعتبر الوجه العام واحد، ولكن التفاصيل في التقنيه بقت دلوقتي اعلى لان كل يوم العلم في جديد. فيعتبر احنا دلوقتي كتقنيا العنابر اللي عندنا تعتبر اعلى تقنيه موجوده في مصر وفي الشرق الاوسط كلها في الفراخ. والزيت كذلك هيكون كده برضه ان شاء الله يا باشا. الدخله قويه ما تنقش يعني. طب ايه الحكمه من وادي النطرون يعني؟ انا شايف الموضوع كله والله سعادتك بقى هنا برضو يعني انا لو هنتكلم بقى في حته وادي النطرون دي برضو هنرجع نفس المشكله. ان احنا دلوقتي عملنا طلب لاكثر من محافظ، ده في البدايه خالص بقى ان عايز انشئ مصنع زيت، وحياتك ما حد رد. راجل محافظ البحيره بعت للبشمهندس علي لما جات له دراسه، هو اظن هو السابق مش الحالي، محافظ السابق مش الحالي، بس كان راجل محترم لان لمسه تحتسب ليه.
بعد جابه قال له ايه المطلوب ايه؟ قال له عايز حته ارض. طبعا تحت الشروط والمعايير اللي بتحددها الدوله تم الموافقه على قطعه الارض في دمياط. فاحنا قدمنا في اكتوبر وقدمنا برضه في اسيوط تمام، وقدمنا في دمياط في الثلاث اماكن دول ما رضوش. طب المصنع الباشمهندس علي لما يعني بندرس الامر، تخيل انت المصنع اللي هو اللي عايز يعمله الثاني بتاع الزيت هيبقى فين؟ اه المصنع هو اختيار برضو وادي النطرون، يمكن جات لنا في صالحنا برضو ان اختارونا وادي النطرون، لان وادي النطرون قريبه من اسكندريه، قريبه من البحيره، موقع استراتيجي، قريبه من برضو من القاهره، يعني انت كده ممكن تلعب بالطلبات دي كلها. اه قريبه اه من كذا محافظه كده موجودين جنبك في دقيقه تبقى المنوفيه برضو. اه والطريق الاقليمي يتعامل بقى كويس، فطلعك على المنوفيه وعلى الكلام ده كله. احنا ان شاء الله بصدد المصنع اللي جاي يعني تقريبا كده ممكن يبقى سوهاج او الاقصر واسوان. ده لسه ما اتحددش بقى يعني. اه لسه، ما احنا لما نركب بقى المكن نعمل اول تشغيل تجريبي للمصنع على طول. طب حاولوا تقدموا على ورق من دلوقتي عشان ياخد وقت. احنا يعني جهزنا الورق وفي خلال وقت صغير ان شاء الله يكون تم التقديم وهيكون قدمنا في اكتر من محافظه. بس هو القصه في بقى القصه بس انت تقدر تاخد في البحيره تاني اظن دلوقتي بعد الجديه اللي احنا شغالين فيه. اه اه ما انا قصدي كده يعني انت دلوقتي بعد الجديه اللي شفتها ناجح وحلو اهو المسؤولين هيدوك يعني. اه دي موجود فعلا. بس هو بيقصد ايه بقى؟ بيقصد ان هو لما يحب ينشئ مصنع جوه، ما هو برده مش هيشغل بتاع اسيوط بس لو هو بلدياته، لا يبقى كده هو شغل سوهاج، شغل مثلا بتوع اسوان كده، الدايره دي كلها المصنع المرحله الثانيه من المصنع هتتعمل بحوالي تكلفه حوالي مليار ان شاء الله، انا ربنا راضي يعني تكلفه حوالي مليار جنيه. وهيكون ان شاء الله برضو الموضوع الاراضي الزراعيه اللي هتزرع الخام ده هيبقى احنا بقى لو مع الوزير وفي لنا ال 10000 متر انا بصراحه مش هسيبه يعني، انا هفضل اروح هناك الوزاره مش هسكت، لازم اقعد يعني لحد ما يتم الموافقه على الارض ان شاء الله. ده تهريج على فكره يعني كده. فالمصنع لما يتعمل في صعيد مصر يبقى كده احنا بنتيح فرص، تكافؤ الفرص ما بين وادي النطرون اسيوط الصعيد الجواني وادي اه وادي النطرون قريبه من اسكندريه. اه الصعيد الجواني طبعا عشان خاطر كده. غير كده وكده ان مخازننا برضه هتبقى في كل حته يعني المخازن ومصنع العلف برضه هيبقى برضه في مصنع علف واحد واثنين، لان كل مصنع ليه مصنع علف يعني. لا احنا الخطه المصنع الزيت الحالي المنشا حاليا لابد من انشاء ليه مصنع علف في اقرب وقت ممكن. لان ما ينفعش الطفل اللي طلع ده يطلع تربي طبعا. اولا يخسرنا احنا كمصنع كاداره، وده مش هيرضى حد تمام. وانا مخسر هقفل، الناس هتمشي، طب انت استفدت ايه كدوله؟ تستفيد من كل حاجه. الحاجه الثانيه برضو استغلاله برضو شيء جيد للدوله وفتح البيوت دي. فاحنا المفروض اول ازازه زيت تطلع يكون تم انشاء مصنع العلف باذن الله. باذن الله لازم، باذن الله لازم يكون تم انشاء مصنع العلف. ليه؟ عشان اول ما يبدا 500 طن داخلين بيطلعوا لك 100 طن زيت تمام، وحوالي مش عارف 30 او انا برضو مش فني قوي يعني انت فاهم الحركات العامه مش هنقوى، لكن انا بقول من الرؤيه اللي انا بسمعها في قلب الاجتماعات بتاع المجموعه ان تقريبا حوالي 30 طن باين سمن وحاجات زي كده مشتقات والحاجات الثانيه، 40 طن تقريبا. يا سيدي والله انتوا لو حلتوا الباقي كله بقى سعادتك حلو جدا. اه الباقي كله سعادتك بيطلع ايه؟ بيطلع تفل 350 طن، قول تقريبا 350 طن يومي. يعني في ال 10 ايام 3500 يعني انت كده عندك 10000 طن او 11000 طن شهري. فالرقم ده مهول طبعا. لو انت خدته ترميه فين ولا يعني فهمني كارثه. لا لما تدوره وتشغله يبقى احسن، احسن احسن للبيئه واحسن للناس واحسن لحاجات كتير يعني. انا ببقى صديق للبيئه وبيطلع منه علف، وتاني حاجه بغذي الفراخ. وبيتم لما مصنع، بص يا باشا، طول ما المصانع بتكتر طول ما الاسعار هتهدى. اه لان دلوقتي احنا طول هيزيد طبعا. اه الله يكرمك، لان دلوقتي طبعًا. احنا المصنع طول ما هو بدل المصنع ثلاثه اربعه هيتم التنافس في الجوده وفي السعر. يبقى ده كله بيصب لحساب العميل ثم لحساب الدوله. طبعا ضرايب، تعال اقعد هنا، انت عمال تبيع وتعمل وتصنع اكسب، تعال اقعد بقى حاسبني هنا. صح. ويجوا بقى الجماعه بتوع الضرايب يقعدوا وياخدوا فلوس من الدوله ماشي. تبقى على اعتقاد انها تستورد من بره، ده شال الحمل. الله يكرمك. فانا كدوله كل ما انا المصانع عندي تكتر، كل ما انا كده بخدم المواطن وبخدم نفسي كدوله وبعمل هبه للدوله، ان انا السلع عندي ما فيش فيها زياده. طيب الزيت، الزيت شوف وزاره التموين بتسوار بكام؟ يعني رقم انا قريته قبل ما ادخل والله يخوف طبعا. ولكن عشان ما اتحققتش من صحته ما ينفعش اقوله. رقم يخوف بيه. طب احنا بنستورده بنجيب بالدولار؟ ما بالدولار. يعني بنجيب الجنيه المصري اقصد؟ لا بالدولار. بالدولار طبعا. فطبعا الدولار ده كله طالع من خزينه الدوله العامه. اللي فين؟ للدول بره. احنا طبعا سعداء يا استاذ عمرو بوجودك معانا النهارده، والاطلاله الجميله اللي قلناها للساده المشاهدين على
يعني في مجال الصناعة. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، نلتقي بحضراتكم بكرة إن شاء الله أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.